قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي إن أوروبا ستناقش تجميد أصول الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومساعديه الأسبوع المقبل. وأضاف جوبي بعد لقائه الناشطة اليمنية توكل كرمان في باريس أن تجميد أصول صالح ستناقش في أقرب وقت ممكن في محاولة لإجباره على التوقيع على المبادرة الخليجية. قبل الختام مشاهدينا